خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نصاوب واحد المونطو بالسلسله، عنده السلسله في الامام وعنده جويبات بالسلسله وخياطه ديكوب ولا خياطه ديال الاميرات. هنا انا راه بديت كنطراسي، عندي هنا في الطول 110 درت، وغادي ندير الداخل في الخارج كما كتشوفوا. هذا هو التالي ديال التوب، هنا عندي في التوب 2.5، خديت الطول ديالي وخليت 4 سنتيم ديال الخياطه هنايا، وطراسيت هنايا فين درت الطول، وهاد 10 سنتيم اللي خليت هنايا في الجهه ديال اليمين بوحدها، الجهه الشمال راه ما خليتش فيها، خليت في الجهه اليمين حيت الجهه اليمين غتكون هكايا، غيجي هكا مطوي، يكون فيه واحد الباندا، تكون فيه واحد 5 ديال السنتيم، غتجي مغطيه داك السنسله غتجي مغطيه لي بالثوب. وهذه خليت هنايا واحد السنتيم ديال الحاشيه، هذه ما نحسبوهاش ديال الشمال، نتمنى تكونوا فهمتوني هنايا. وحطيت هنايا الكتاف ديالي، عندي 20 في الكتاف وسنتيم ديال الخياطه هيا. وهنايا فهبط 3 سنتيم ديال الكتاف، وغادي نحسب منهم، ما غنديرش 21، غنزيد 2 سنتيم ديال الخياطه ديكوب هنايا. الا كنتو الكليان اول مره تخيطوا لهاد الخياطه ديال ديكوب، من الاحسن تزيدوها 2 سنتيم ديال الخياطه، ماشي بحال المونطو اللي درت معكم داك النهار، راني ما زدتوش على حسب مولاتو، هذيك ضعيفه شويه وفايتني مخيطه لها، مأكده من التركيز ديالها، عندها صغير. هذه غنزيدها 2 سنتيم ديال هاد الخياطه ديال ديكوب. دابا غادي نخرج هنايا نحط العبر ديال السدر، غنحسب من هاد الخط اللي عندي هنايا، هاد 10 هادي راه ما نحسبهاش، عندي في السدر 27، ونزيد 3 سنتيم، 2 سنتيم ديال ديكوب وسنتيم ديال الخياطه اللي غتكون في الجنب. ندير خط ديال السدر باش يجي باين. وهنا غادي نهبط البط، نهبط 14، والحوض غنهبط 14. البطن عندي 25، ونزيد حتى هي 3 سنتيم، 25، غندير 28. والحوض عندي فيه 31، غندير هنايا في الدورة ديال العام غندير 7، ونهبط 2 سنتيم في ديال الخلف، نجيب هاد النقطة هادي نسيلها مع هاد النقطة هنايا ديال الكتف، وهاد النقطة اللي درت هنايا غادي نسيلها مع هادي، غنجيب بيستولي هاد النقطة هادي غنصيلها مع هاد النقطة، هذا هو التركيز ديالنا، وهاد النقطة هادي غنصيلها مع النقطة ديال البط. هاد البيستولي دائما تقلبوا على الوضعية اللي صحيحة، نقلبها لعندي، غادي نقطع داك الخياطه اللي غتكون عندي هنايا ديكو، غادي نهبط من هنايا نهبط 13، غنجي لهاد الخط ديال الصدر، غادي نقسمو على جوج،
ونقص سنتيم ونص منه، سنتيم ونص ولا سنتيم، باش الخياطه ما تجينيش غاده لهنا بزاف، تجيني خارجه شويه لهنا الصدى. غندير هنايا 13 والخط ديال الحوض. غنجيب هاد البيستولي غادي نحطها هنايا، هاد النقطة مع هاد النقطة غادي نربطهم. هكايا هاد المسافة اللي عندي هنايا غنديرها هنايا وغنحطها هنا تركي على الحوض. وهنا غادي نحيد داك السنتيم اللي غيكون منا وسنتيم منا. انا هنا غادي ندخل سنتيم ونص هنا، شحال ما بغيتو يجي داخل من البطن يمكن لكم تدخلو حتى بجوج ديال السنتيم. الا بغيتو المونطو يجيكم مزير من جهه البطن يمكن لكم تدخلو اكثر. ندير هذا الخط الوسطاني بعدا ونطلع هنا ب 12 ديال السنتيم. وغادي نصير هاد البانسة هادي لهنا، راه ساهل هاد الخياطة ديكو هاد الفصالة. كنبغي نحطها معاكم بلا باترون. هادي هي البانسة ديالنا. دابا غادي هاد الخط هذا اللي هابط هنا في الوسط غنهبطو حتى لتحت. غادي نحط هاد النقطة هادي هنايا لتحت. صافي دابا غادي نقطع وداك الساعه غادي نرجع نحط هاد الجهه هادي ديال الامام. غادي نحطها على الظهر هنا. هاد الخط هذا غنصايلو هكايا مستقيم هكا. هاد البانسة مشتو معايا، انا حيدت هداك سنتيم ونص سنتيم ونص اللي حيدت في الوسط باش ملي غادي نخيطو غادي يتجمع لي هكا وغتجي داخل من هاد الجهة من جهة البطن. غنهبط هاد التقطيع هادي تالتا ولا يمكن لكم متهبطوهاش خليوها حد هنايا. انا غنزيد نهبطها شوية خليوها شاده شويه باش ما تلفلكمش على ديال الظهر مع ديال الامام. دابا غادي نحط العبار ديال الايفازي ديالي هنايا. هذا المونطو هذا راه ما جاش ايفازي هنا لتحت، هاب تقريبا النيشان ما كي الحوض هنايا كي هنايا. عندي في الحوض 34 غادي نشد من هنا من هاد السنتيم اللي عندي هنايا هاد الحاشيه هادي ديال الشمال. ربعة وثلاثين غنزيد هي 3 سنتيم غندير 37 هاد المونطو هاف الضغوات. هنا
هنايا هذا هو الجهه اللي قلت لكم غندير فيها الدار. دابا غنشدها هكايا وغنقلبها باش نحط عليها الذهب بهذه الطريقه. هذه هنا غادي نحطوا الكتاف وهنا غادي يجي التحتاني الدوره من التحت. هنا راه صوبت الدوفات ديال الامام على ديال الدار. هنا واحد المشكل انا طحت فيه، نسيت وقطعت هنايا هذا ديكوب ديال الامام، وكانش خصني نقطعو حتى نحطو على الظهر ونقطعهم بربعه في دقه واحده. انا هنا بغيت نوريكم الا وقع لكم هذا المشكل. هذا ماشي مشكل، كتقادي هذا ديال الامام كتقاديه هنا مزيان ترصيه بالبانكات صافي وتحطيه وتولي تراسي هنا عليه الظهر، ولا كتحطي العبارات من جديد على الظهر وتقطعيه بوحديته. انا هنايا درت له هكايا. سبحان الله الانسان كينسى ولا كيسهى بعد شي مرات، حيت كنهضر وهذا ونسيت. هنايا غادي نزيد هنا واحد جوج سنتيم ديال الخلف، غنزيدها دابا في الكتاف هنايا، غنزيد داك جوج سنتيم هذاك الجوج سنتيم اللي زدت هنا غادي نطلع بها من هنايا باش ما يجينيش هاد الدوره ديال الخلف ما تجينيش هابطه بزاف. هكا نقربها حداكم باش يبان لكم شنو درت. هنايا طلعت من هنايا بجوج سنتيم وليت درت هنايا ديال الدوره ديال الخلف، وهنايا زدت جوج سنتيم في هذا ديال الخلف. هنا غادي ندير خط مستقيم فهاد البلاصه هادي، راه ما غاديش نطلع دابا على حساب المونطو هابط نيشان ما جاش ايفازي ما غاديش يجي بالجناب طايح. هذا هو المونطو ديالي. دابا غادي نحيد الذهب. نجيب هذا ديال الامام هنا غادي نقص منهم داك جوج سنتيم، غندخل هنايا جوج سنتيم نوصلها لهنا للزيرو، ومن هنايا هنا ما غاديش ندخل من هنا، غنخلي هاد جوج سنتيم هنا خارجة. باش ملي نخيطو هنايا تجينا دايره هنايا وتجينا مرتاحه. غادي نهبط هنايا سبعه غنجي هنا غندير خط مستقيم وهنا
هنا غادي ندورها هكايا. صافي دابا غادي ندوز نفصل الكمام ديالي. هنا قديت الثوب درت هنا 26 في العرض ودرت الثوب على 4 انا هبط هنايا 13 طول 59 و 3 سنتيم بالخياطة. الكم غندير درت فيه هنايا 14 غادي نسل هذا الخط هذا داف الدورة ديال الدرع عندها 19 نربط هنايا 1.7 سنتيم ونحط الدورة ديالي ونزيد سنتيم ديال الخياطة هاد المسافة هادي نقسمها على جوج وهادي على جوج هادي على جوج غادي نخرج من هنا سنتيم وندخل من هنا سنتيم الكم ديالي غادي نحلو وغادي ندخل سنتيم من الجهه ديال الامام نعلمو هكا باش منين نجي نخيط نعقل عليه ونشد من هاد البلاصه هادي ما نوصلش حتى للمنتصف هنا غير من هاد البليصه هادي هكا هذا هو الكم ديالي دابا غنطراسي فيه غيكونوا عندي الجياب هنا غادي نهبط من هاد الدوره ديال التركيز غادي نهبط 25 حيت هادو ماشي باسبوال اللي كيكونوا هنا كنديروهم في خط الحزام كنهبطوا على خط الحزام ونديروهم هادو كيجيو هكايا وكنحشيو يدينا هنايا كيجيو على فوق الخط ديال الحوض غير بواحد 4 سنتيم غادي ندخل من هنايا بواحد 5 ونطراسيهم هنايا ندير فيهم 13 سنتيم ولا 14 هذا هو الخط ديال الحزام ديال الجيب عفوا غادي نطراسيهم هنا في الوجه حتى غادي نخيط هاد ديكوب ديالي عاد نحط غادي نخيط الجيب هنا غادي عندي هنايا 4 ديال الطراف ديال الجياب غندير في العرض 20 وفي الطول هنايا غادي ندير 22 هادوما القطع ديال الجياب ديالنا وهذا هو المونطو ديالنا ان شاء الله نشوفوه في الخياطه وتتبعوا معايا الطريقه في الخياطه